بالفعل خص المواطن انه يعرف بان راه تصدر واحد القانون 36/21 المتعلق بالحاله المدنيه، واهم المستجدات ديال هذا القانون 36/21 اهم مستجدات ديال التذكير فقط ان هذا القانون تصدر نهار 14 يوليو 2021 وتصدر بالجريده الرسميه بهذا التاريخ هذا بعد الموافقة ديال مجلس الحكومة والغرفة الأولى والغرفة الثانية والدرس مزيان. وهذا القانون جاء بمجموعة المعطيات اللي غتخدم المواطن كثير، ما بقاش هذا المواطن غيتكلف واحد العناء واحد المشقة لا في الحصول ديالو على الوثائق ديالو الشخصية ولا الأبناء ديالو. أنا غادي ندرج لك مجمل المستجدات اللي جا بها هذا القانون، تقريبا المجمل او البعض منها. اولا احداث منظومه رقميه وطنيه مركزيه تشتمل هذه المنظومه، منظومه رقميه وطنيه مركزيه اش كتشتمل؟ كتشتمل على بوابه الحاله المدنيه ثم النظام المعلوماتي والسجل الوطني لترسيم وقائع الحاله المدنيه والتبادل الالكتروني للمعطيات الحاله المدنيه والمعرف الرقمي، المعرف الرقمي المدني الاجتماعي اللي جاء في الماده 12 من هذا القانون، مع اضافه قوه اثبات للرسوم الالكترونيه للحاله المدنيه وارساء التوقيع الالكتروني للرسوم الحاله المدنيه طبقا لمقتضيات تشريع ذات صله بالمعاملات الالكترونيه، واحداث دفتر عائلي الكتروني بالمنظومه الرقميه. ثانيا يجوز لرئيس المجلس عند الحاجة إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي بقرار مؤشر عليه من طرف عامل إقليم أو من ينوب عنه. بعكس السابق كنت كتسنى مثلا لو بغيت دير واحد المكتب فرعي كتسنى حتى تجيك الموافقة من الداخلية. يعني هنا أنه في إطار حتى مسألة ديال القانون اللي جا ديال تبسيط المساطر، قانون 55/19 تبسيط المساطر، حتى قد قانون الحالة المدنية راه كيدخل في هذا القانون الجديد باش تبسيط المساطر. ثانيا اسناد لهذا الاسناد ديال مراقبه اعمال ضباط الحاله المدنيه وتتبع سير مكاتب الحاله المدنيه داخل المملكه المغربيه الى السلطات المكلفه بالداخليه. هذه النقطه غنعاودو نرجعو لها نشرحوها مزيان. او اسناد تلك المراقبه بالنسبه لمكاتب الحاله المدنيه خارج المملكه الى السلطات الحكوميه المكلفه بالخارج. واللي جاء هذه النقطة اللي نأكدوا أن دون التنصيص على مراقبة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. يعني القانون القديم أش كان؟ القانون القديم ديال 37/99 الصادر 3 أكتوبر 2000 كان أن النيابة العامة هي اللي كتشرف على دوك السجلات، هي اللي كدير مراقبة أولية ومراقبة بعدية. حاليا بغاو يخففوا على المحاكم، بغاو يخففوا على النيابة العامة هاد المراقبة الأولية والبعدية. إذا هنا كاين واحد التخفيف على النيابة العامة. رابعا ملائمة قانون الحالة المدنية مع القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات المحلية الجماعات الترابية فيما يتعلق بجواز تفويض رئيس المهام ضابط الحالة المدنية طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي. هذا جاء في المادة 6 من هذا القانون. خامسا يتم التصريح بوقائع الولادة بوقائع الحالة المدنية من الولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الحياة الزوجية عبر نظام معلوماتي معد لهذا الغرض بأي مكتب سواء داخل أو خارج المملكة. هذا واحد الربح اللي غيربحو المواطن. المواطن كان ملزوم عليه أنه كيصرح مكان يصرح بالولاده او الوفاه مكان الوقوع ديالها، يعني مات في مكان معين خصو يمشي لهذاك التصريح لهذاك المكتب اللي تابع لهذيك البلاصه فين غيصرح. دابا لا، دابا الولاده او الوفاه او بيضا من الزواج ديالو ولا طلع اي مكتب، المكتب اللي عجبو فيما كانت عنده الزياده واي مكتب يبقى يصرح به. نعطيك على سبيل المثال، حنا هنا كنتواجدوا بمدينه اسفي، كنعرفوا حنا مثلا عندنا مستشفى ضعيف، كونوا واقعيين. اذا انا الاب ديالي ولا الاخ ديالي ولا الام ديالي ما غاديش تعالج هنا، كنهز نديها مثلا مستشفى محمد السادس في مراكش، الى وقعت الوفاه وقدر الله خصني نمشي نرجع لمراكش تما فين نضرب عليها. هاد الحالات ما غيبقاوش،
ولاده تاني كتسارى انت والعائله ديالك، ولا كتمشي مثلا عند العائله ديال الزوجه ديالك كتسكن، لان هما اللي غيراقبوا لك الزوجه حتى تولد ويتكلفوا بالمسائل. كتولد لك مثلا في طنجه وانت كتسكن هنا في اسفي، يعني راه ممكن انك تسرح من اسفي. اذا هنا كاين واحد الربح اللي غيربحو المواطن المغربي في التصريح بالولاده ولا بالوفاه في اي مكتب عجبه، ما غيبقاش مرتبط بمكان الولاده ولا مكان الوفاه ولا مكان الجديه ديال الشخص باش يضمن الزواج ديالو ولا الطلاق ديالو. ولكن هذا الشيء هذا راه باقي تابعه واحد الخدمه شي شويه، غير باش نوضحوا ماشي يسحب المواطن المغربي انه راه بدات هذه المرحله، باقي حتى الافق 2024 العمليه باديه بتدريج عبر مناطق عبر الاقاليم المغربيه وغتبقى مستمره حتى 2024. يعني 2024 غادي يكون حسب التقديرات ديال وزاره الداخليه انه 2024 غيكون هاد المكاتب كسبها تكسبات في جميع المكاتب. كاين عندنا سادسا اعتماد حرف تيفيناغ. تيفيناغ يعني الحروف الامازيغيه ديال في كتابه الاسماء الشخصيه والعائليه لصاحب الرسم واصوله. بحال مثلا تنعطيك انه غادي يولي كنكتبوا الاسم مثلا خليل غنكتبوها بتيفيناغ، نقدروا نكتبوها بتيفيناغ، واسم الاب والاب والجد ديالي غيتكتبوا حتى هما بتيفيناغ، والام والاب حتى هما غيتكتبوا. اذا هذا هنا هذا الاعتماد لكون ان اللغه الامازيغيه هي اللغه الرسميه الثانيه في المغرب. اذا هنا دستور 2011 كيطبق حاليا في هذا القانون الجديد. عندنا سابعا عندنا بالنسبه للناس اللي كيصرحوا بالولادات والولادات ولا الوفيات ان كانت محبوسه في بعض الاشخاص معينين، اليوم توسعات. كاين عندنا مثلا الاب والام والجد والجده العم والعمه الخال والخاله وصي الاب وصي الام الاخت والاخت ابن الاخ ابن الاخت ابن الاخت ابن ابن الاخت وابنه الاخت. يعني توسعت مساله ديال الناس اللي عندهم الحق يصرحوا مثلا بالولاده، هذا حتى هو مكسب ثاني. بالنسبه للماده 25 اللي هي مهمه بزاف، هي اللي جات بالنسبه للمواليد مجهولين مجهول الاب او مجهول الابوين او وقع التخلي عنهم بعد الوضع، كيتختار ليه ضابط الحاله المدنيه اسم الجد اسم الاب واسم جد الاب واسم الام واسم جد الام اذا كان ما معروفينش والديه بجوج. هذا بانه ضافت اسم جد بالنسبه لهاد الاطفال هادو، وهذا مكسب اللي حتى هو مصف هاد الاطفال هادو ونصفهم وعطاهم الحقوق ديالهم، الحقوق اللي كتمنحها لهم سواء الدستور المغربي او الاتفاقيه الدوليه اللي واقعه حول حقوق الطفل. يعني مابقيناش كنميزوا هاد الاطفال ما بين الاطفال الاخرين، اذا ولاو سواسيه امام هاد القانون هذا. وكما انها عطات لاي اشخاص الناس اللي ما عندهمش هاد الاضافه ديال الاسم انه يتوجه للمحكمه يدير طلب انه اصدار اسم الجد او لا اسم الجد من جهه الام اذا ما كانتش عنده الابوين. هذا ثاني مكسب. هذه الماده 25 هذه تطبق ابتداء من اليوم، هذه راه ما فيهاش ابتداء منذ صدور، هذه راه طبقات هذه المواد. غادي نرجعوا للمواد اللي يمكن ان ضباط الحاله المدنيه مثلا ولا موظفي الحاله المدنيه ولا المواطن انه يطالب بها، غادي نرجعوا لها. عاوتاني هنا كاين عندنا تخصيص تنصيص على تاسعا تنصيص على أنه يخصص للتوأم رسم ولادة خاص بكل واحد منها، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم خاص به مع الإشارة بكل رسم عبارة توأم الأول والثاني والثالث إلى آخره. إذا هذه المادة 27، إذا كلمة توأم ولات منصوص عليها قانونيا أنها غدار، هذا تحدث تكون في النسخ ديال الأشخاص. واش غتكون في عقود جديات النسخ المجازة او لا ما تكونش، غنتسناو النصوص التنظيميه تعطينا هاد اسمو الشكل ديال النموذج ديال النسخه المجازة والنسخ الكامله. هادو كنتسناو النصوص التنظيميه انها تصدر عما قريب ان شاء الله. 11 التنصيص على ان المولود الميت يسجل بالحاله المدنيه حسب الحاله، يحرر له رسم ثم يليه رسم وفاه. اذا كان الطفل انه تزاد ميت راه كيتزاد كنكتبوا بانه راه مولود ميت من السيده، السيده وضعت مولودا ميتا، اذا من حقه انه يسجله. ولا تزاد ولو غير دقيقه
ومات كتسجلوا في سجل الولادات ومن بعد كتسجلوا في سجل الوفيات. اذا هذا حتى هو مكسب اللي كان ما كانش واضح في القانون، ولكن كان في دليل ضابط الحاله المدنيه كان فيه هذا وما كانش كيطبق بزاف. دابا حاليا انه اصبح قانونيا، دخل هذا القانون 36/21. بالنسبه للوفيات حتى هما حتى هي تزادها، حتى هي ولات عندها توسعات النطاق ديال الناس اللي يصرحوا، ديال اللي غيصرحوا بهذه. كاين الجد سبب الوفاه، هاد واقعه الوفاه، دخل الجد، دخلت الاخ والاخت، دخل الابن والابنه، دخلوا الاشخاص اخرين باش عندهم الحق انهم يصرحوا. غير بالنسبة لواحد اللي هو شيء جميل، يجب أن لا يكون الاسم الشخصي متبوعا برقم أو عدد. ما يكونش مثلا خليل الثالث أو خليل الرابع أو خليل الخامس، ما غتبقاش هاد الأرقام، ما يكونش متبوع برقم عدد أو بالأرقام أو عدد، برقم معين ولا عدد معين. 14، هذا القانون ما جاناش، الى غنلاحظوا انه ما جاناش بديك البطاقه الشخصيه اللي كنا كنعرفوا، انك مثلا مزيود في مدينه بعيده وبغيتي تاخذ واحد بطاقه شخصيه اللي كتحل محل مكان ديال هذاك عقد ازدياد، ما نصش عليها القانون. هذا ثاني بانه راه غنولوا كناخذوا جميع العقود ازدياد من اي مكان بغيناه. هذه في افق 2024، كنأكد افق 2024. بالنسبه للشيء اللي هو جميل ثاني ايضا، هو الزاميه متصرفي ومديري المؤسسات الصحيه المدنيه والعسكريه ومكاتب الصحه وغيرها من المؤسسات وكذلك السلطات المحليه بالقيام بالتصريح اولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابه الحاله المدنيه او جميع وسائل الاتصال المرتبطه بالمنظومه الرقميه. هذا جاءت به الماده 20. إذا كانت هذه هي مجمل تقريبا، حاولت أنني نقتصر لكم أهم المستجدات ديال هذا القانون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.